المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وضعت الكاتبة المغربية الهولندية نعيمة البزاز حدا لحياتها بعد أن انتحرت عن عمر يناهز 46 سنة. وكانت نعيمة قد بدأت نشاطها الأدبي في سن 21 من عمرها برواية الطريق إلى الشمال سنة 1995، ثم توالت كتابتها فيما بعد لتشمل أهم كتبها مثل عشاق الشيطان سنة 2002 والمنبود سنة 2006 ومتلازمة السعادة سنة 2008، حيث كتبت عن صراعها مع الاكتئاب. وقعت نعيمة بزاز في مشاكل بسبب الكتابات الجريئة على الدين والجنس والمخدرات، حيث تعرضت لتهديدات بالقتل منذ سنة 2006 بسبب رواية حول رجال الدين في هولندا، مما تضطرها للتوقف عن الكتابة وجعلها تدخل في حالة اكتئاب شديدة منذ سنة 2007 وتقطع علاقتها مع المحيطين بها. وفي سنة 2010 عادت نعيمة برواية جديدة باسم نساء فينيكس. فينيكس حي معروف بأمستردام، حكت فيها على العائلة المهاجرة التي عاشت في الحي وتعرضت للعنصرية والحقد والكراهية من الجيران الهولنديين، غير أن أحد الجيران نعيمة الحقيقيين وصلته الرواية وقرأها فظن أنها كتبتها ضده، فحمل قنبلة مولوتوف وذهب لبيتها لكي يقتلها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الكاتبة في سرد الأحداث. وفي غياب السبب قد وقعت على ورقة مغادرة الحياة لتكون آخر كتابتها وآخر أنفاس لها. نشكركم على حسن الإنصات والمتابعة.